مرحبا، انا لوتفيك شاكر دميان. رح فرجيكم هيدي اسمها هاند بيس، يعني قطعه لليد. ايد اليد هيك. فيك تحركي ايديك، يعني هي مش بس كتصميم، هي انتبهت في الاكسبيرينس، التجربة. تجربة بس حدا يلبس، يعني عادة التصاميم بنلبسها تنتفرج فيها او نفرجي، هيدي تجربة، يعني كل ما تلبسيها بتحسي هيك مختلفة. هيدي القطعة تاخذ تقريبا شهرين وقت، لانه في الهندسه تبعيتها تكون مريحه وسهله للاستعمال.